بتاع اغاني، بس غنيت اغنيه مفيش حد في مصر ما غناهاش. ايه بقى الاوفر سايز؟ طب غنيه كله متاح. ايه ده مش عارفه ازاي؟ لا والله انا ما عملتش. تقول لك علي المايك واعمل لايك. رحت عند الشاذلي. لا غنيها لي. اي والله يلا قول. طب تقفي معايا يلا. علي المايك واعمل لايك. رحت عند الشاذلي لبسني اديداس والنايك الاوفر سايز كله متاح. اترو عند الشاذلي هتلبس وتروح مرتاح. لو ليك في اللبس تعالى حضرتك. ليه بس انا خليه يكمل؟ ايه ده يا عم بتقاطعني؟ لا غني عدل. بتقاطعني؟ لا غني عدل يا شباب. بقاطعك انا. انت قاطعتني انا سكتني. لا غني عدل. لو ليك في اللبس تعالى في اللبس دماغي شغال. يعني اصلا الاغنيه بتقول لو ليك في اللبس تعالى في اللبس دماغي شغال. فاهم؟ عارف بيتكلم على ايه؟ عن ملابسي اللي ببيعها. ما روحتش قلت لو ليك في البطيخ تعالى، لو ليك في البصل تعالى، قلت لو ليك في اللبس تعالى. ده كان قبل البطيخ والبصل والثوم. وسبايدر جايبه 33 مليون. ايوه. البومب بايه؟ 37 مليون. 27 مليون. علي المايك دي جايبه كام؟ يا ابني هي مش 18 مليون. امال هي بايه؟ امال هي بايه؟ هي بايه؟ بحب الناس. الناس كرهاني. لا لا الناس كرهاني ورشيد. يا عم بالقبول. الناس كرهاني؟ بالقبول. الناس ما بتحبنيش. كل واحد ضرب نفسه. ازاي يا حبيب قلبي؟ وحضرتك انت كده بتقول حاجة غلط. محدش هيصدقك. اكمل بس كده. حضرتك عملت في رمضان اللي فات. ده انا الكاميرا بتعشقني. برنامج اسمه بنطلون ما بتقلعش. كنت جايب بقى فيه بعض المشاهير. كان معايا انا بقى. اسمه ايه؟ بنطلون ما بتقلعش. يعني خاص بالملابس وكده. كنت جايب بنطلون كده مقلب ظريف بتحط فيه ماده تقعد خمس دقايق وتفك. فطبعا هو بيخش يقيس البنطلون بيفكر ان ما بتقلقش. كان معايا عينه بقى تعمل برنامج ايه على تيك توك؟ اه تعمل برنامج على تيك توك كده. احنا قد في مكان في مكان عامل رامز على التيك توك عادي بقى. عامل رامز جيت مع الناس الحمد لله ومشاهدات وملايين. وكنت جايب مثلا معايا عينه بقى مع عمر شاور معايا وعلاء قدوره معايا ناس كتير الله اكبر. يعني الناس اللي مش بتحبني مش هتعمل معايا كده. الناس اللي بتحبني مش هتجيلي الخصوص. الخصوص دي على فكره منطقه شعبيه. انا بتشرف ان انا منها. انا بحبها جدا بصراحه ربنا قدام. انا بتشرف ان انا منها. الناس دي جات لي هناك ليه؟ الناس دي بتجيلي ليه؟ طب حضرتك انا الخصوص فوق دي. النجوم دي بتجيلي ليه؟ ليه يعني ليه؟ هو ما قالش حاجه على فكره. لا انا ما قلتش هو قال حاجه. لا انت بتثبت ايه يعني؟ ما هو ما قالش انك قليل خالص. هو قال بس انك اتضايقت ان هو دخل هو في موضوع الملابس. رجعت تاني. لا انا ما ضايقتش انك رجعت. انا ضايقت اسد. ايه يا اسد؟ ايوه انت ليه مش عايز لا انا عايز اخش تحت رام. ليه مش عايز يقول على كل شغلانه ليها؟ بصي انت كبير وانا كبير. ما ينفعش ممكن تبقوا معايا حضرتك. انت بتعمل عرضي ساعتين. طبيعي. لا تنكر ان العرض بتاعك ساعتين. فتتكلم على يا باشا اجيب عرض حضرتك. اجيب حاجه تبات لي ولا اجيب حاجه ساعتين وتخلص؟ يا باشا اكفي الناس. اكفي ايه يا باشا؟ اكفي الناس يا باشا. انا واحد بجيب 100,000 200,000 لا 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 ما بتجيبش مشاهده. لا لا لو انا عندي 100,000 قطعه هو في حد يستجر يجيب 100,000 قطعه؟ لا 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 ازاي؟ طب هقول لك كده كده اجباري ماسك كده. هقول لك هقول لك على حاجه. الملايين دي احنا ممكن نشتريها فين؟ انت بتاعتك دي. انت حبيبي ما اعرفش. ما اعرفهاش. انت عارفها؟ انا عمري ما اعرفها في حياتي. عمركم ما فكرتوا؟ عمري يا حبيبي مش بتاعتي. ان هي مش المشاهده المهم. حب الناس. وانا لا برضو المهم بتقدموا ايه يعني؟ لا بقدم الحمد لله. لا انا بقدم جدا. الناس عارفه. بقدم منتجي. الاطفال عارفين. الاطفال هنا 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 لما اتكلم على اطفال في البيوت انا عارفه منتجي. ان انا واثق من نفسي. يعني البنطلون ما بيتقلعش؟ ده ما بيتقلعش. لا ده مقلب. ده محتوى ده؟ انا كنت لا أنا ده برنامج عامله على صفحه لوحدها بعيد عن صفحاتي. انا بحب انا نجح في كذا حاجه على فكره على تيك توك. الواحد يبص مش انه عمل مشاهدات. عمل مشاهدات بايه؟ بايه؟ ايوه. طب ما انا شايف لان ممكن الواحد يعمل مشاهدات. انا ممكن اعمل ممكن ارمي نفسي من على برج دلوقتي بقت ترند اليوم. انا معاك قيمه. لكن انا عمري ما قلت من قيمتي. ايه اللي قيمه في ايه؟ مش انت. لا لو ممكن اعمل منك اقسم بالله. قصدي عليك ازعل منك. مش قصدي عليك انت البرنامج. لا اللي النجوم كلهم اخواتي. وانا نجحت الحمد لله. مش قصدي بقول لك نجحت بايه؟ بنطلون ما بتقلقش. ده اسم البتاع. ايوه نجحت. انا شايف ان انا نجحت. انت بقى معلش شايف لما حلقتي تبقى على تليفونات الشارع المصري كله بانجح. حضرتك جديد عشان ايه؟ مش حقيقي. حضرتك جديد عشان ايه؟ فاكره فستان ب 50 جنيه؟ لا انا جيت لك عشان انا فعلا كان ساعتها في ايه؟ محترمه. البصل. كان في بصل. احنا بقى خلينا في جولتنا. البدله اللي ب 150. احنا عايزين جولتنا بتاعت النهارده. في ناس استفادت صح؟ انا عايز جولتي. ولا لا؟ انت طلعت شورت وبنطلون قلت ب 145. هل انا هلبس الشورت من تحت والبنطلون من فوق؟ انا قدمت لك المحتوى صح. ايه العلاقه بس بالعرض وانت بتقول؟ ايوه. واحنا اللي بنبيع للناس. لا انت انتوا بتتكلموا على ان احنا فاهمين. احنا مش فاهمين انتوا بتقولوا ايه. لا لا مش انا كده. هنطلع حضرتك عندك في البرنامج نبيع للناس؟ لا طبعا. لا انا مش بتكلم. احنا طالعين عشان نتكلم على عروضنا. اكيد انا لا نتكلم على عروضنا. مش انت اقوى حد في العالم؟ ده كده كده زي ما انت عندك ايه شورت وايه هو عامل شورت وبنطلون. انا هلبس عامل عرض. عرضي يفيد الناس زي ما انت بتحب تفيد الناس. هو عنده شورت وبنطلون. هلبس الشورت. مش فاهم حاجه. هو بيبيع شورت. شورت وفانله وكام؟ هو شورت وبنطلون. ده احمد السقا اللي بيبيع العرض. استاذ احمد السقا الفنان. تمام. هو عنده شورت وبنطلون ب 150 جنيه. انا عملت له شورت وتيشيرت
ب 150 جنيه وخامات تفرق طبعا الناس كلها عارفه انت اقوى طبعا حكم للجمهور تمام. انت لما تعمل عرض تفيد الناس ما تجيبش بنطلون مثلا ما بيتباعش عندك وتطلعه ايوه اقول لك البنطلون ده ب 65 جنيه واقول لك اسم الدوله كمان وتلم من عندك بسبب مش فاهم انتوا بتقولوا بنحب بعض باصص في التاجر اللي ما مش باصص ده هو اللي جالي بكام ده هو كان عايز يبيع التاجر المخزن بتاع قرش التاجر بتاع والله في تجار جات لي ما رضيتش اعمل معاه كده عشان مش واحد انا بس مش هنذكر اسمه عشان مش هينفع عارفين انا عامله مش ذكرتش حد انا اقول لك مش هينفع انا راضي استعمله فيديو كمان بالعماره صح المواجهه دي عشان هو اللي ما ينفعش اقول له لا لا ينفعش اقول له لا انا عامله المواجهه دي عشان عايز اعرف فيها ايه لما كل الناس تسترزق والله العظيم احنا بنحب انا عن نفسي انا عامه بحب الخير لكل الناس والناس عارفه فين ده يا عم ده هو اول ما بيقول انا جامد ومش عارف ايه بتشتم لا صلى على الحبيب انت معودنا على حاجه وفي علاقه ما بيننا ما عادش تخبط فيها قدام الناس وتعمل نفسك حبيب انا هفهم غلط لا بس انت كلمه جوله عيب ولا مش لا بس انت اول كلمه جوله لا ما اعرفش اكيد عارفه هو عارفه هيعمل ايه يبعت لي بقول لك ايه انت سمعت في المقطم بس عارف يعمل ايه عارفه لو هو فعلا في المقطم في هو فعلا ما تعملش معاه باصول في الحته دي كان دخل انت خلي بالك قلت 1 2 3 وانت لو ما ردتش انا هرد خلال 5 دقايق عشان الناس انا مش هينفع اضغط صدقتني يا كبير انا غلطت ما عملهاش انا غلطت هنا طلع غلط وما رجعليش وانا كنت ممكن في لحظه اقول له والله العظيم يا جدعان الكلام بعيد عن فلان وعلان عشان زعل امال بقى بص الاعتراف الاعتراف بالحق فضيله انا ممكن قلت لك اتسرعت هنا بس انا كلمه جوله سرعت انك طلعت قلت شتمنا على طول بس كلمه جوله دي استفزتني وهي جوله في الشارع المصري كلمه عيب معناها ان خناقه محدش قادر عليا ومفيش حد كبير على حد كلنا بنسترزق معنى الكلام ان مفيش حد اجمد واحد في الدنيا بص يا باشا كل واحد بياخد يمينه الملابس كلهم افتح الكومنتات لا ثانيه واحده بس امال انت عايزه يطلع يقول قرش اجمد واحد في الدنيا لا ما قلتش كده ما قلتش كده معنى كلمه كل واحد لازم يطلع يقول انا احسن واحد يا ست الكل احنا قلنا اجمد واحد احسن واحد من غير ما نخبط مع الناس هو انا ينفع اقول انا اجمد واحد ومحدش زيي الناس دول على الملابس منشنوا الواحد واحد بتاع ملابس هي ما هي طب الناس ردت هي هي انا اجمد واحد معناها ان محدش زيي الناس ردت بالاحترام معنى ان انا اطلع اقول ومنشنوا البطل بطل على مجال الهدوم وعايز اشوف لا ما الكلام ده لا يعني لما يطلع واحد بتاع سندوتش يقول انا احلى سندوتش في مصر عندي بس ما منشنش ما تخليش الناس تمنشنلي ما تخليش الناس تمنشنلي لا الناس بقى منشنت لك ان انا لا ما هو قال منشنوا لهم قلت منشنوا القرشي قرشي والنبي الزيت ابعد كده منش القرشي يا شاذ انت شايف ان انا قليل يعني يا اخوانا مالي ومالي انت مش معترف في مجالي ماليش فيه بيك انا مش لسه قال دلوقتي قلت لك ما اقدرش بس انا في النيه ما وصلتكش قسما بالله طب ازاي طب بقول لك انت شو قلت انا كنت مغني وجامد طب عايز اسمع كان بطلت بس نسمعك اسمع مثلا ايه هقول كنت عامل اغنيه بتقول حب تاني لا والله ما اقدر هو يسقف على سقفك حاضر طب تغني عادل بقى ما تعملش زي ما هو عمل لا كاسم. هو مش فنان انا لا انا مؤدي انا يعني انا برضو كنت مؤدي انا اخويا حمو بيكا مثل اعلى انا مؤدي لا ما حمو برضو مؤدي اخويا انت برضو المؤدي ده ليه موهبه ما هو مش بيأدي كده وخلاص الاغنيه بتاعتي اللي كانت مشهوره جدا اسمها حب تاني لا كانت بتقول ايه على سقفة الشاذلي اللي خوي. كان مالي المكان كان اهو روح رياضيه اهو خد الجراح وراح حب تاني لا حب تاني لا حب تاني لا حب كمان لا حب تاني لا حب تاني لا واسمعك حاجه تاني كمان دي اللي طلعت في المسلسل الامريكي دي رومي انت مديها لشركه اسمها 100 نسخه دي شركه كويسه جدا يعني وكنت عامل اغنيه مكسره الدنيا برضه تقول ورده وفل ونعناع شريحه العيد متباع العود مظبوطه على الساع بصراحه زعلان يا جماعه لابسه تيشرت بنص حبيتك انا يس اوف كورس وكنت عامل اغاني للشارع مكسره الدنيا فين كان هو الحمد لله مكسره الدنيا فين مكسره الدنيا فين وانا مش عايشه يعني لا عايشه هي بقى علاقتها ايه بلو ليك في اللبس تعالى في اللبس انا ماليش دعوه بيك يا عم انا ما قلتش يعني دعوه باللبس انت بتدخلني معاك انا مؤدي بس اديت لي الملابس انت ممكن تاخد الحلقه لحسابك وانا ربع ايده تبقى في الدنيا انا غنيت لايه تاني للسبايدر الجاكيت السبايدر سبايدر سبايدر وعملنا سبايدر مان كده في العرض يا جدعان والعرض ب 500 ومعايا الشنطه دي بغني للاطفال هم بيحبوا يلبسوا السبايدر فبغنيهم زي البومب بايه كده وطلعت برده بحب تاني لا دي مع استاذ مصطفى قمر وكان في حاجه كبيره قوي اتشرف بيها يعني العمر كله ان انا كنت بغني اغنيتي واستاذ مصطفى قمر بيطبل معايا مش عايز اعمل لي موضوع السبايدر ده اعمل لك سبايدر طبعا يلا